الطلبة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم، حيث سوف نقدم لكم اليوم الفصل الرابع الدرس الأول من كتاب الفلسفة للصف الثالث الثانوي، حيث هذا البحث كله يتناول عن فلسفة عصر التنوير، الفلسفة في عصر التنوير وجميع الفلاسفة الذين ظهروا في هذا العصر. ماذا يعني بعصر التنوير؟ عصر التنوير هو عصر قام به مجموعة من المفكرين والفلاسفة، قاموا بماذا؟ بحركات يعني ترتكز أكثر شيء على الفكر، الفلسفة، العلم. إذن قاموا بحركات فكرية وفلسفية. هذه الأفكار طبعا عندما قامت كانت موجودة قبل سابقا. ماذا؟ أفكار الظلم، عصور الظلمات، أفكار قديمة، تلك الأفكار التي ظهرت في عصور الوسطى، فهيمنت على تلك الأفكار، تلك الأفكار السائدة. أين ظهرت عصر التنوير ومتى؟ هنا هناك اختلاف في متى وأين ظهرت هذا العصر، فمنهم من يقول بأنها ظهرت في القارة الأوروبية، في القارة الأوروبية وفي أو في أمريكا ثم إلى القارة الأوروبية، ومنهم من يقول بأنها ظهرت عند ظهور ماذا؟ الثورة الفرنسية التي ظهرت فيها الثورة العلمية، يعني عندما ظهرت الثورة العلمية عصر التنوير كذلك ظهر لأنه يتفق مع الثورة العلمية. هنا عصر التنوير تقوم على ماذا؟ على أنها جاءت بأفكار، أنها هذه الأفكار أو هذه الأمور، الأشياء التي جاءت بها لتنير ماذا؟ تنير الفكر وثقافة وعقل العصور، الناس الذين كانوا يعيشون في تلك العصور. لماذا أنها عصر التنوير؟ لأنها تنير تلك العقول، تنير الفكر. هنا نجد بأن عصر التنوير تقوم على ماذا؟ على الأشياء الذي أو الأمور والأفكار الذي يعتمد على ماذا؟ على العقل وأيضا الحواس، أدلة الحواس كمصدرين للمعرفة، وأيضا تقوم على المبادئ، منها مبادئ الحرية، التسامح، المساواة، وأيضا نقول الحكومة الدستورية، وفصل ماذا؟ فصل الدين عن الدولة. من هم الفلاسفة الذين ظهروا في عصر التنوير؟ أهم الفلاسفة الذين ظهروا في عصر التنوير هما توماس هوبس وسبينوزا وجون لوك ونيوتن ولايبنتز وفولتر. اليوم سوف نتناول ونتحدث عن فيلسوفان ظهروا في عصر التنوير، هما توماس هوبس وسبينوزا. توماس هوبس الذي ولد في عام 1588 و 1679 توفي. توماس هوبس أين ولد؟ في ويست بورد، وهي الآن ماذا؟ جزء من إنجلترا. وتوماس هوبس هو برع في التاريخ، في الأخلاق، في نقول في الفلسفة العامة، في السياسة. لديه كتاب مشهور جدا، هذا الكتاب يعني كان له تأثير على الفكر السياسي الغربي، أساس لفكر السياسي الغربي بعد ذلك، وهو كتاب اللويثان الذي ظهر في عام 1651 ميلادي. طبعا
لتوماس هوبز نظرية في الفلسفة. ما هي النظرية الذي تحدث عنها في الفلسفة؟ نظرية توماس هوبز في الفلسفة يرى بأن جميع النتائج يكون بالرجوع إلى ماذا؟ إلى أسبابها وفهمها، وهذه الأسباب كذلك يتم فهمها، هذه الأسباب أيضا يتم فهمها عن طريق ماذا؟ عن طريق استنباط النتائج التي ماذا تقع، نتائج الأسباب طبعا التي تقع تحت ماذا؟ تحت ملاحظاتنا. فيرى بأن الفلسفة إذن هي جميع أنواع المعرفة، إذن الفلسفة عنده هي جميع أنواع المعرفة. ولكن الحكمة ماذا؟ الحكمة يعني هنا يرى بأن الحكمة ليست إلا ماذا؟ الجميع الحكمة هي ليست سوى تلك المعرفة التي تأتي وتعبر عن ماذا؟ عن الحقيقة أو حقيقة جميع نقول الموضوعات، يعني حقيقة الموضوعات التامة. فيرى بأن نقول إنها ليست لمعة ذهنية، يعني تلك الفلسفة أو الحكمة ليست لمعة يعني فجأة يحدث في الفكر، بل إنها ماذا؟ إنها يعني استنباط عقلي، يعني يعني العقل يقوم بخطوات ويتبع منهج للوصول إلى تلك المعرفة التي لخصها بأنها ماذا؟ هي الفلسفة. هنا نرى بأن نظرية هوبز في الفلسفة، هوبز قسم الفلسفة إلى ثلاثة أقسام، إذن هناك ثلاثة أقسام للفلسفة عند هوبز، وهي أولا في الجسم. في الجسم ماذا يعني في الجسم؟ ويشمل ماذا؟ يشمل الطبيعة وما بعد الطبيعة والرياضيات. أما في الإنسان ويدرس فيه ماذا؟ سيكولوجيا الإنسان. أما في المواطن ويهتم فيه بما يسمى الفلسفة المدنية السياسية والأخلاق. هنا نأتي ونتحدث عن ماذا؟ عن نظرية العقد الاجتماعي عند هوبز. إذن هناك نظرية مشهورة عند هوبز وهي نظرية العقد الاجتماعي، للآن نتحدث عنه لأساس الإدارة والحكم كيف يكون بالنسبة لهوبز. حيث هوبز وجد بأن الإنسان قبل المجتمع كان ماذا؟ كان يعيش في أنانية، في أنانية، يعني الإنسان كل إنسان كان يعيش لماذا؟ يعني يعيش لنفسه، يعني يرتكز اهتمامه أكثر شيء قبل الاجتماع، يعني قبل الاجتماعية الإنسان تلك المرحلة كانت مرحلة همجية، ليست مرحلة منظمة فيه قوانين، إنه يعيش حسب لمصلحته الذاتية، يعني أنانية. الإنسان يقوم بماذا؟ على تلبية احتياجاته كل واحد لنفسه، ولكن ذلك كان لا يطول، يعني لأنه الإنسان إذا لم يكن هناك حياة مشتركة حياته بمفرده لا تطول، وتلك الاحتياجات لا يتم تلبيتها بمفرده، لا تطول تلك ذلك. فيرى إذن هنا ضرورة ماذا؟ ضرورة تشكل التجمعات البشرية، ضرورة تشكل التجمعات البشرية تخضع لماذا؟ تخضع لقوانين، قوانين مشتركة، ولكن يجب أن يكون هناك ماذا؟ آلية تنفذ تلك القوانين. كيف يعني آلية؟ يعني هناك شيء يجعل تلك القوانين تنفذ. ما هي؟ هي السلطة. كانت وتلك السلطة كيف يكون؟ السلطة تكون سلطة مطلقة، سلطة مطلقة يقول بأنه لا، يعني إذا حدث هناك نقول انحراف في السلطة، يعني نقول مثلا
ظهور أو نقول ترجح العاطفة على العقل أو على المنطق، يقول أنه يعني أن ممكن هذا الشيء يحدث، فهي سلطة مطلقة نقول للملك، الملك الذي يملك الملكية المطلقة في تنفيذ وإصدار الأوامر لتطبيق تلك القوانين. يعني فيرى إذن أن السلطة هي الشيء الوحيد الذي يقف بيننا وبين ماذا؟ بين العودة إلى الهمج. إذا ما أن هناك سلطة الملك حاكمة ومطلقة، وهناك تنظيم للمجتمع لتطبيق تلك القوانين بقوة السلطة، فلا يمكن المجتمع أن يعود إلى ماذا؟ إلى الهمجية. إذن تكون سلطة حكومية مطلقة، فتقوم أيضا على ماذا؟ على التقيد بتطبيق تلك القوانين، وأيضا المحاسبة في حال أحد لم يتم التقيد بتلك القوانين. فيلسوف آخر وهو باروخ سبينوزا، الذي ولد في عام 1632 وتوفي في عام 1672 ميلاديا. باروخ سبينوزا ولد في أمستردام في هولندا، حيث أنه كان بارعا نقول بالفكر السياسي والفلسفي والدين، حيث كان لديه توجه لديه انتقادات شديدة بسبب آرائه للمعتقدات الدينية، آرائه للأفكار الدينية، حيث كان ينقد هذه الأفكار. طبعا هو كان ينقد هذه الأفكار معتمدا على أفكار وفلسفة مقنعة. لديه مؤلفات شهيرة وهي مبادئ الفلسفة الديكارتية، وكتاب الأخلاق، ورسالة في اللاهوت، والسياسة. ونتحدث عن ماذا؟ عن رؤية سبينوزا في الطبيعة، حيث أن سبينوزا ساوى الطبيعة اعتقد سبينوزا بأن الطبيعة التي ساواها مع الله مطلقة بشكل مطلق، مثالية عازمة لا نهاية له، والإنسان كل شيء أجزاء منه، ليس هناك شيء خارج، يعني هناك شيء نقول كلهن متماسكة، طبيعة الإنسان جميعهم متماسك. ويرى بأنه له منفذان أساسيان، وهما الجوهر والامتداد. الجوهر والامتداد هما هذه الشيء كما كذلك أساس في فلسفة سبينوزا، بأنهما منسجمان ويعبران عن جوهر الحقيقة، يعبر عن حقيقة الواقع، حقيقة الواقع. ويرى بأن الله إنه ليس محركا للدمى، بل هو بمحاذاة الطبيعة، وهو شيء واحد في الأساس والوجود. فيرى بأن الله لديه قوة، والصعب في معرفته وفهمه. فيعتبر بأن طبعا بأن فكرتي عن الله ليس فكرة مثل الفكرة التي ظهرت في الأديان، فكرة الأديان الإبراهيمية، عندما يرون بأن الله يراقب أفعال الإنسان ويغضب ويقول أنه يعني أو أنه يقوم بحماية وحرس الإنسان. ففكرته عن الله ليس مثل فكرة أنه يعني هنا الأديان ينقد فكرة الأديان عن الله، عندما يشبهون الله يشبهونه كأي تصرفاته بتصرفات الإنسان. فهنا سبينوزا ينقد أن الله يشبه الله بالطبيعة، يقول أن الطبيعة هي بموازاة
الطبيعة، لذلك فهو أطلق اسم الله أو الطبيعة على ذلك. الغاية في مبحث سبينوزا يرى بأن الإنسان لديهم أهداف يسعون لتحقيقها، وهي يسعون إلى مجموعة من الأهداف يسعون إلى تحقيقها، يقول أنها مثلا الثروة، المتعة، الثروة، المتعة، الشهرة. هناك هذه غايات كل إنسان مثلا دائما تسأله ما هي غايتك في هذه الحياة، يسعى دائما وراء هذه الشهرة، هذه الثروة، هذه المتعة، فهنا يسعون إلى تحقيق هذه الغايات. ولكن لماذا يعتقدون بأن هذه الأشياء ماذا تحقق لهم السعادة؟ يعني مثلا يقولوا أنه نحن نجمع الثروة لماذا؟ لنحقق السعادة أو نبحث عن شر، ولكن إن سعيهم وراء تحقيق تلك الغايات لا يجلب لهم السعادة، لأن السعادة الحقيقية بالنسبة للأشخاص، نقول الإنسان الفاضل، السعادة الحقيقية أو الهدف الحقيقي للتحقيق الذي للإنسان الفاضل ليس نحو السعادة، فيرى بأن هذه الأشياء تعتبر أنها وسيلة، وسيلة لتحقيق الغاية. فيرى سبينوزا بأنه يجب التخلي عن هذه الوسائل واستبدالها بوسائل تتوافق مع الهدف، تتوافق، تكون وسائل متفقة مع الهدف، وهو ماذا؟ هي السعادة والفضيلة. إذن هذه الوسائل غير وجدية، غير، يجب استبدالها. فيرى سبينوزا يسأل، يقول: فكيف للإنسان أن يستخدم وسائل مختلفة في طبيعتها عن الأهداف؟ يعني مثلا الهدف هو الفضيلة، السعادة، كيف أنني مثلا أستخدم وسيلة مثلا بأنني أقوم بجمع الثروة وهي في طبيعتها مختلفة، مختلفة في تحقيق هذا الهدف؟ يعني أحيانا الثروة، جلب الثروة، الثروة تكون بوسائل، يعني بطريقة غير فاضلة، بطريقة غير أخلاقية. إذن هنا يرى يجب استبدال هذه الوسائل. فيرى سبينوزا بأن ماذا؟ بأن أهم شيء هو الإنسان أن يستخدم ماذا؟ العقل، يعني العقل والتفكير السليم. لماذا؟ لتنظيم حياته، للوصول إلى تحقيق أهدافه. هو الوسائل وسائل الأسمى، يعني يقول، يرى بأن عندما يسلك الإنسان بطريقة عقلانية حياته، فهي إذن هي الوسيلة الأسمى لتحقيق. يعني الإنسان يرى بأن هذه الأهداف، طبعا سبينوزا يرى ليس في طبيعتها سوى أنها ماذا؟ أنها عقلانية. إذن هذه الأهداف ليس سوى أنها العقلانية، يعني العقلانية المتحققة في حياة الإنسان. يعني الإنسان يتميز أكثر شيء بماذا؟ بالعقلانية. وإذا لم يستخدم هذه العقلانية بطريقة صحيحة، فهنا لن يتوصل إلى تحقيق تلك السعادة أو السعادة أو الفضيلة، وهذا الهدف الأسمى الذي يسعى لتحقيقه. الآن نتعرف على ماذا؟ على نظرية المعرفة في مبحث سبينوزا. المعرفة في مبحث سبينوزا ماذا يعني؟ هنا سبينوزا يرى بأن المعرفة هي ماذا؟ هي الإدراك الصحيح. يعني الإدراك الصحيح عن طريق ماذا؟ العقل. كلما يتطور عقل الإنسان يتقدم ويفهم، هنا إدراكه يقوى للأمور الحياة وفهمه للأشياء. إذن المعرفة عند سبينوزا هي الإدراك الصحيح، لذلك فهو يبدأ بماذا؟ بالبحث في أنواع الإدراك. إذن هنا سبينوزا يبحث في ماذا؟ في أنواع الإدراك التي تتمثل عنده في أربعة. إذن هناك أنواع الإدراك أربعة لديه، وهي أولا الإدراك الشائع، ثانيا الإدراك النابع من الخبرة، ثالثا إدراك يرجع إلى ماذا؟ إلى معرفة إن شيء ما ينتج من شيء آخر لكن دون معرفة السبب، وأيضا آخر شيء إدراك نابع من معرفة الأشياء من خلال ماذا؟ من خلال ماهيته. إدراك الشائع، ماذا يعني إدراك الشائع؟ يعني تأتي من معرفة، أنه تكون ماذا؟ يعني معرفة مباشرة، يعني مثلا أعرف أشياء مباشرة تلقائيا، يعني تلقائيا دون
خبرة أو دون شيء، يعني كمعرفة يوم ميلادي أو يوم ميلاد والدي، يعني أشياء لا أستطيع أن أشك بها، معرفة مباشرة. أما المعرفة الإدراك النابع من الخبرة، إدراك النابع من الخبرة معرفة التي تأتي عن ماذا؟ تأتي من المعرفة عملية أكثر شيء، تأتي من الخبرة اليومية، الخبرة الشخصية. يعني مثلاً عندما أعرف بأن ماذا؟ أن الزيت يشعل النار والماء يطفئها. أما هنا إدراك نابع من معرفة أن شيء ما ينتج عن شيء آخر، لكن دون سبب، يعني دون معرفة السبب. فهنا عندما أرى بأن أعرف بأن الماء يطفئ النار، بأن نقول الحرارة تذيب الجليد، والماء بالغليان يصبح بخارا مثلا، أرى بأن هناك علاقة العقل بالجسد، علاقة العقل المرتبط بالجسد على نحو ما، ولكنني لا أعرف مثلا، يعني هناك ارتباط بين العقل والجسد، ولكن لا أعرف كيف تلك العلاقة، كيف يرتبط الاثنان معا، ولا طبيعة ماذا؟ الإحساس به. أما هنا الإدراك النابع من معرفة الأشياء من خلال معرفتها، فيرى إسبينون أنها المعرفة الدقيقة الصحيحة، لأنها ماذا؟ أنها معرفة علمية، مثلا معرفة من خلال معرفة علاقة العقل بالجسد، من خلال معرفة ماهية العقل، مثلا معرفة أنه الزوايا المثلث جميعا تساوي 180 درجة. هنا نأتي ونتحدث عن ماذا؟ عن العقل والجسد في مبحث سبينوزا. العقل والجسد في مبحث سبينوزا، ماذا يعني العقل والجسد في مبحث سبينوزا؟ العقل والجسد يرى بأنهما صفتان ماذا؟ للجوهر. يعني تحدثنا عن جوهر، قلنا جوهر كذلك كان هناك منفذ نقول في فلسفة الطبيعة عند سبينوزا، فيرى يعني الجوهر كهنا نأتي كمثل جوهر الشيء، يعني ماهية الشيء. إذن العقل والجسد هما صفتان للجوهر الواحد. العقل هو ماذا؟ يقول هنا العقل هو الحال المخصوص لجسد إنساني، يعني هناك كل جسد إنساني له عقل خاص، يعني حيث كل، يعني هنا الجسد الإنساني معين، لكل جسد قلنا عقله الخاص، يعني كل جسد لديه عقلية خاصة. كل حادثة جسدية ماذا؟ توازيها حادثة مماثلة على المستوى العقل. إذن حدث هناك حادث جسدي، فكذلك للعقل كذلك يحدث هناك حادثة توازيه. يعني مثلا هناك عندما يشعر الجسد باعتباره إحساس، يعني هناك مثلا نشعر بالبرد، نشعر بالجوع، فالعقل أيضا لديه مثلا تحدث لديه هذه الحادثة، وهي مثلا الرغبة. للعقل يحدث ماذا؟ الرغبة، يعني الرغبة في تناول الطعام، الرغبة في البحث عن طعام، فهو يعتبر أيضا للعقل ماذا؟ شعور وفكرة، يعني باعتبار أنني إحساس جسد، قلنا بالبرد بالجوع، فالعقل هنا يحدث لديه ماذا؟ شعور وفكرة وماذا؟ رغبة في البحث في ال إذن فالرغبة هي شيء ماذا؟ شيء عقلي في السعي، في البحث عن قل عن طعام أو عن شيء ندفئ به جسدنا. هنا أعزائي الطلبة أنهينا لكم درس اليوم، نتمنى لكم حسن المتابعة.